متى ترجع، ادخل الى كذا واعمل كذا وصل. لا لا لا، انا اتعامل مع رب كن فيكون وينتهي الموضوع. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ولا يريد اي ولد، واجعله ربي رضيا. اما ولد يعمل لي مشاكل، لا. ارتفعت الدعوات فوق، راحت للسماء. قال الله: فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم يصلي في المحراب. تخيل شيخا كبيرا بلغ من الكبر عتيا، تجاوز عمره 100 سنة، عنده ظروف اجتماعية صعبة، ما عنده أولاد، مكذب في قومه، ضايق صدره، زوجته في البيت ما عندها أحد، قد احدودب ظهره ووهن عظمه، اشتعل رأسه شيبا، وقائم يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أعطاه الولد جاهز، حتى اسمه الله اللي سماه. شوف الفضل، اسم الولد الله اللي تولى تسميته، ما أعطاه فرصة أن يسميه إياه. قال الولد: نعطيك إياه جاهز، حتى الاسم إحنا اللي نسميه. دائما أنت إذا طلبت من الله تعالى شيئا، من كرمه أن يعطيك شيئين، ما يعطيك شيء واحد. شوف مثلا أيوب قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبغى إزالة المرض، قال الله: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. أعطينا الشيئين. يونس لما التقمه الحوت في بطنه ونزل في جوف البحر ونادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يريد شيئا واحدا أن يطلع من بطن الحوت. قال الله: فنجيناه من الغم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. زكريا: ربي لا تذرني فردا، يبغى ولد بس. قال الله: فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يعطيك رب العالمين شيئين من كرمه. فالله تعالى أعطى زكريا، أعطاه أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع لدعائك، إحنا نعطيك ولد لها 4 صفات: مصدقا بكلمة من الله معجزة، وسيدا في قومه، وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، إحنا خليناه نبيا، ونبيا من الصالحين. زكريا لما جاءته البشرى من شدة الشوق يريد يعني أن يفهم كيف يا ربي تعطيني عيال؟ معقول بيأتيني أولاد؟ ما هو زوجتي عاقر وأنا شايب كبير، معقول؟ قال: ربي أن يكون لي غلام، كيف وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، معقول بيأتيني أولاد لي أنا؟ ما قال له رب العالمين تفصيل الموضوع، وأصلا أنت كان عندك مشكلة في كذا وزوجتك عندها كذا. ممكن سورة مريم تزيد 3-4 آيات هي مشكلة، لكن الله لا يريد أن أعود عباده على هذا الأسلوب. أعطاك، قل اللهم لك الحمد، لا تقول كيف أعطيتني. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من شدة الشوق قال: ربي اجعل لي آية. تدري ايش معنى اجعل لي آية؟ أحيانا المرأة تحمل وهي نفسها ما تدري أنها حامل. الآن في السابق إلى عهد قريب، يعني الآن تطور الطب قليلا، لكن يعني صار ما يتعلق به أو تطور كثيرا، صارت المرأة إذا حملت يمكن إدراك ذلك من خلال تحليل الدم أو غيره. زكريا عليه السلام ما يريد أن يجلس ينتظر 1-2 شهر لحد ما تبدأ آثار الحمل تطلع على زوجته، ما يبغى يشغل نفسه، انقطعت الدورة ما انقطعت الدورة، تحسين بوحم ما تحسين، يوجعك راسك ما أدري إيش، لا لا لا، يبغى حملت على طول يدري. قال: ربي اجعل لي آية، عطني علامة. قال: آيتك العلامة ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سيمر عليك 3 ليالي تريد تتكلم ما تستطيع، مع أنك سوي لن تنقلب أبكما، لا، لكن تبغى تتكلم ما تقدر. طلع اليوم الأول: السلام عليكم، إلا والله يتكلم. طلع اليوم الثاني: إلا يتكلم. طلع اليوم الثالث، طلع بعد كم يوم: إلا اللسان منعقد. قال الله: فخرج على قومه من من وين؟ من وين يا جماعة؟ من المحراب. شوف الارتباط بالصلاة، من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار لهم،
أن سبحوا بكرة وعشيا. سبحوا هللوا لأجل أن يذكركم ربكم ولأجل أن تشكروا ربكم أن رزق نبيكم ولدا يكون نبيا من بعد. وشوف الارتباط بالصلاة، جاءت البشرى دعا وهو يصلي، وجاءت البشرى وهو يصلي، وجاءت البشرى الثانية وهو يصلي. وذلك يا جماعة لأن الصلاة هي الحبل اللي بينك وبين رب العالمين. لذلك رب العالمين ما سمى الصلاة تخشع أو تعبد أو قداس، سماها صلاة صلة. أذكر كان قبل فترة عندي محاضرات في الأردن، فجلست في مجلس وتكلمت كلمتين عن الصلاة، ففي واحد شايب أردني عمره حول 70 قال شيخ، قلت نعم، قال أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. أنا ما أذكر أحد عنده قصة مع الصلاة، يعني الواحد عنده قصة في وظيفته، قصة مع واحدة يحبها، قصة مع الصلاة. قلت عندك يا زلمة لك شو هالحكي، عندي قصة مع الصلاة. قلت طيب يا أخي لا تزعل، عطني قصتك وانتهى. قال أنا يا شيخ لما كنت شاب كنت أزعر داشر، يعني داشر يعني خربان يعني. فيقول لكن كنت بصلي، كل أصحاب الزعران ما بيصلوا إلا أنا بصلي. يقول فدخلت مرة للمسجد بدي أصلي، لما بدي أكبر شفت مكتوب على الحيط قدامي قال صلى الله عليه وسلم من، طبعا الحديث ضعيف، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي، يعني أنا ما إلي صلاة؟ طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، لك شو هذا يا زلمة، أنا ما إلي صلاة، أنا بصلي لشو تدري؟ بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا، بلاش صلاة عشان تقبل الفحشاء والمنكر. شوف إبليس كيف يلعب بالناس. يقول واقعد يا شيخ 10 سنوات ما أصلي، لك شو هالحكي أصلي على الفاضي. يقولوا بعدين حضرت حفلة مرة من المرات فيها واحد جداوي، يقول واحد يعني من جدة، يقول في ناس ما أدري إيش يسوون. يقول فجلس جنبي الجداوي وسكرنا، فسألني يقول إحنا سكرانين، قال أنت فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال كيف أنت ما تزني؟ قلت لا ما بزني. قال ليش ما تزني؟ قلت ما بدي أزني. قال طيب ما تزني أجل، ليش ما تصلي؟ هذا هم سكارى سبحان الله، لكن أحيانا خذ الحكمة من أفواه. يقول قلت ما بصلي لأني بشرب خمر. قال اسمع يا أبويا. قال نعم. قال إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراية القرآن، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الأول وقطعته، انت لما ما تقرأ قرآن جيت عند الحبل الثاني وقطعته، انت لما ما تتصدق جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابويا خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين، يمكن تحتاجه يوم من الأيام. زين يقول خل حبل الصلاة بينك وبين الله يمكن تحتاجه. يقول قلت والله كلام صحيح، والله كلام صحيح. يقول وأطلع من مكاني وأذهب إلى بيتي وأغتسل وأصلي المغرب والعشاء، ومن يومها ما تركت الصلاة إلى يومي، وأجر هدايته في